أم تريد أن تعطي زكاة، زكاة لابنها، زكاة فطر أو زكاة يعني واجبة يعني، وليس عنده مرتب، لكن زوجته هذا الابن عندها مرتب، فهل يأخذ زكاة الوالدة يعني؟ هذه لها قاعدة واضحة عند الفقهاء. هو هل يسكن معها أو ما تكونش معها؟ لا أدري، ما قالش. نعم. فالأم هي إذا كانت تنفق عليه، على ولدها، ولو عن طريق الأدب أدبيا يعني، فهذه ينبغي ألا تعطي زكاتها لابنها. وإذا كان هو منفصل عنها فالأولى أن تعطي زكاتها لابنها. نعم. أما قضية أن زوجته هي لا غير واجب تنفق عليه، وبعدين حتى الزوجة كم نعم. مرتبها هي؟ كم مرتبها؟ نعم. يعني أصحاب المرتبات صحيح. فقراء، أصحاب المرتبات فقراء. فإذا كان هي نعم. إذا هي بتنفق عليه بتنفق عليها ولدها. إذا كانت هي غنية وبتنفق عليه بتنفق نعم. عليه. فأنا إذا أعطته زكاتها تكون قد أكلت زكاتها. أما إذا كان مستقل عنها أو لا تنفق عليه إلا ما تنفقش عليه، فالأولى أن تعطيه لابنها، والله أعلم.